السلام عليكم. بكلمكم النهارده عن فاكهه طول ما انت محافظ عليها طول ما انت بعيد عن الدكتور. التفاح من 50 ل 80% سعر حراري بالتفاح، عشان كده هو لا يحتوي على دهون ولا يحتوي على اي حاجه ضاره، ما تخافش منه ابدا. بيقول انه فيه 22 جرام كربوهيدرات، 17 جرام سكر، فيه 5 جرام الياف، وفيه يحتوي على فيتامين سي عالي جدا، وضع اكسده هايل، لان فيه فلافونويد كمان استخداماته عاليه جدا جدا، ان فيه بكتين، عشان كده الالياف بتاعته هايله جدا، خفض الكوليسترول، حلو جدا انه بيقلل امتصاص الكوليسترول في الشرايين، وبالتالي بيحافظ عليك من حته مشاكل الشرايين التاجيه. طبعا بيقولوا كمان ان هو بيخلص الجسم من السموم والزئبق او الرصاص. اللي في ماده كمان اسمها التنين، التنين من الحاجات اللي بتمنع تسوس الاسنان، وبتساعد في تقليل التهاب المجاري البوليه او التهاب مجرى البول. يبقى اهم حاجه في التفاح تعرفوها يا جماعه، مساعده في الهضم، وقايه من السرطان، تقليل الكوليسترول، قلل من علاج فقر الدم، الناس اللي عندها انيميا، نقص الحديد، تعزيز المناعه، السيطره على نسبه السكر في الدم. كمان بيقولوا ان هو بيعمل وقايه من الزهايمر والخرف، تعزيز صحه الدماغ، حلو جدا للمخ، علاج الربو، جيد جدا لصحه العظم، حلو جدا في تحسين الرؤيه، لان فيه فيتامين سي وهايل جدا. فقدان الوزن حلو جدا، الناس اللي عايزه تعمل حميه غذائيه جيده، التفاح من الحاجات الهايله جدا يا جماعه. بيمنع حصوات المراره، الناس بتحافظ على التفاح كل يوم عندهم وقايه دايما من حصوات المراره والتهابات المراره. كمان بيساعد في تطهير الكبد من السموم الموجوده فيه والدهون الموجوده فيه، وحلو جدا للبواسير، لانه بيساعد في علاج الامساك، لانه فيه الياف هايله جدا اللي هي البكتين. التفاح يا جماعه من الحاجات الهايله جدا. السلام عليكم.